بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كنشكر جميع الإخوان الحاضرين، وكنشكر الأطر منهم الأطباء ومنهم الإخوان ديال الهلال الأحمر وكل من ساعد على إنجاح هذه العملية اللي درناها كجماعة ديال النواصر. وهذه غير كبداية، درناها كحملة تحسيسية على أساس باش نجيبوا الناس اللي هما مسجلين عندنا في الجماعة ديال النواصر وكياخذوا السكور وكيديروا الطونسيون. فدرنا هذه الحملة الأولية وجمعنا الناس وجبناهم، وانتم كتشوفوا دابا بان كيعبروا لهم لا طونسيون، كيعبروا لهم السكور، ودرنا الاخوان درنا الفطور ديالهم باش ملي يجيو يعبروا السكور يفطروا. وحنا مره ثانيه غادي نديروا واحد الحمله طبيه اللي غادي يكون فيها جميع الاختصاصات، السكور، هادشي ديال الطونسيون، هادشي ديال الكوليسترول، الاطباء، هادشي ديال العينين، وجميع الاختصاصات. ان شاء الله من اللي غادي يفوت رمضان ان شاء الله غندير واحد الحمله اللي غتكون ناجحه على تراب الجماعه. وكنشكر مره ثانيه الاخوان الاعضاء اللي حضروا معنا حتى هما، والمجلس كله اللي كيساهم في انجاح هذه العمليه. وحنا ان شاء الله غادي نحققوا واحد النتيجه تكون حسنه، ونتمناو ان شاء الله يكون خير. وشكرا. هذه مبادرة الأولى من نوعها على مستوى تراب الجماعة، اللي يعني نوهوا بمخاطر السكري، وعلموا الناس وعلموهم على مجموعة من المخاطر والتوعية على المنظومة ديال التغذية، لأن التغذية مهمة لأصحاب السكري. كمعلومة يعني بالنسبة لي أنا كنتكلم كيف جاني السكري، أول مرة كنت غرقت في البحر ويعني ضربني السكر على الخلعة. يعني هذه رسالة لجميع الناس على أن السكري ما كيصيبش غير الناس الكبار، وكيف ما شفنا في الحملة التحسيسية كانوا أيضا أطفال مصابين بالسكري وكانوا شباب وشياب أيضا. هذه رسالة لجميع الناس، خاصكم تعرفوا بلي راه السكري خطر، والسكري أيضا المرض الوحيد اللي تقدر أنت تتحكم فيه، الدواء ديالو في يديك. إلا قدرتي أنك تتحكم في التغذية ديالك غادي تتحكم في السكري ديالك. ومرة أخرى كنشكروا الدكتورة هاجر الحيلي عن مكتب حفظ الصحة بجماعة النواصر على هذه المبادرة، وشكرا. الحمد لله جينا اليوم لعدد الناس، دوزونا بالسكر طانسيون كل شيء، داروه لنا مزيان، دزنا مزيان. اي والله يعاون. وانت شحال عندك في السكر؟ انا عندي الخزان 8 والعادي غرام و70. نصحوكم على رمضان؟ ها؟ نصحوكم باش تصوموا رمضان؟ ايوا انا تنصوم كل عام، تا ما تنفطرش، حك دايره عاد دواق. غرام و60 السكر عادي. شحال عندك من عام السكر؟ ما عرفت اخويا، ما عرفت انا شحال. على شحال من عام وانت مريضه؟ راه شي راه جا قال 20 عام. كديري شي ريجيم؟ دايره شويه تنصوم الاثنين والخميس، ما عندي باس. كتصومي من غير رمضان كتصومي ليامات اخرى؟ تنصومها، تنصوم الاثنين والخميس. كما كتعرفوا انه مع اقتراب شهر رمضان مريض السكري كيبدا يطرح على نفسه مجموعه من التساؤلات، من بينها واش غنصوم، وإلا صمت واش غنحافظ على نفس القياس ديال الدواء، واش غناخذه في نفس الوقت، وشحال شنو النظام الغذائي اللي ممكن نتبعه. لهذا ارتأى المكتب الجماعي لحفظ الصحه بجماعه النواصر تحت اشراف السيد الرئيس وبمشاركه واحد المختبر ومجموعه من الاطباء في عده اختصاصات لتنظيم هذه المبادره، اللي استفد منها ما يقارب 150 مريض سكري، اللي استفدوا من اولا اسغلنا لهم النقل وجبناهم هنايا، من بعد ما تقيدوا دخلناهم لليصال عبروا السكري وعبروا الضغط الدموي وعبروا كذلك الخزان ديال السكر، وشافوهم اطباء اختصاصيا في السكري وفي القلب، واستفدوا كذلك من واحد الحمله تحسيسيه اللي قدمتها اخصائيه في التغذيه، اللي دارت لهم واحد العرض اللي كان مبسط ومفصل. ومن هذا المنبر كنشكر السيد الكاتب العام وجميع رؤساء المكاتب والمصالح والاقسام وجميع الموظفين اللي ساهموا من بعيد ومن قريب لانجاح هذه المبادره. نشكر كذلك الهلال الاحمر المغربي لاقليم النواصر اللي ساهموا، كان عندهم واحد الدور كبير في نجاح هذه المبادره، ساهموا في التنظيم وكذلك في اخذ لي ميزور ديال لا غليسيمي ولا تونسيون ارتيريال. دونك اليوم جينا مع الجماعه ديال النواصر بادرة طيبه، اننا حاولنا نشوفوا الناس اللي كيداويو ولا كيعانيو من مرض الضغط الدموي.
اول مره كيديروها في الجماعه ديال النواصر، بحيت كانوا هما غالبا كيشوفوا غير الناس ديال السكري. ثاني حاجه كنحاولوا نشوفوا الناس اللي ما عارفينش راسهم عندهم امراض ديال القلب اولا ديال الدقات اولا الصمامات، كنحاولوا نديروا ان ديبيستاج اننا نعرفوا هاد الامراض قبل ما يوصل لشي درجه شويه صعيبه. دونك اليوم الحمد لله كان لقاء طيب من عند المرضى، ونتمنى نكونوا كنا تحنا على حسن الطيب ديالهم ان شاء الله. من هذا المنبر كنحيي السلطات المسؤولة على القطاع الصحي، وكنشكرهم جزيل الشكر، الأطباء ديال القلب ديال الشرايين والأطباء ديال داء السكري وكل القطاع الصحي، كنشكرهم من أطباء ومن ممرضين ومن أصحاب الهلال الأحمر المغربي، وكنشكروا حكومة ديال سيدنا، وكنشكروا الرئيس ديال الجامعة الحضرية اللي اعتنى بالمواطنين، كنشكروه من هذا المنبر، والله يوفقكم كاملين، والله ينصر سيدنا.